بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الرسول الأمين محمد الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الأفاضل، بداية أعظم الله لكم ولنا الأجر بذكرى شهادة سيدي ومولاي الإمام الحسن العسكري عليه السلام. يرحب مركز العميد الدولي التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة بالمشايخ الأجلاء والأساتذة الأكاديميين الأفاضل من الجامعات العراقية في الملتقى الأول للسيرة النبوية المطهرة، والذي يعقد تحت عنوان ضوابط كتابة السيرة النبوية الشريفة. يحاضر في هذه الندوة سماحة آية الله الشيخ محمد السند دامت توفيقاته، وخير ما نبتدئ به ملتقانا هذا آيات من الذكر الحكيم، يتفضل بإلقائها على مسامعكم القارئ علي الوائلي مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة إن في أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. شكرا للقارئ المكرم علي الوائلي وطيب الله أنفاسه. يتفضل الآن سماحة آية الله الشيخ محمد سند دامت توفيقاته إلى المنصة، كما يتفضل السيد مدير دار الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الأستاذ الدكتور عازم نبير بيري لإدارة هذه الندوة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، والسلام على أبي الفضل العباس، والسلام على الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا في هذا اليوم الكريم المبارك نعزي العالم الإسلامي والمراجع العظام وكل المؤمنين بذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على الأمة بهذه المناسبة بالخير والبركة، وأن يمن علينا جميعا بشفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم. واقعا من دواعي السرور والسعادة أن أجاور في مجلسي هذا القامة العلمية الرفيعة السامقة، ألا وهو آية الله العظمى الشيخ محمد السند، وباسم إخواني وزملائي في مركز العميد الدولي للدراسات والبحوث وأعضاء دار الرسول الأعظم، نضع بين يدي جناب الشيخ أسمى آيات العرفان والامتنان لتلبيته هذه الدعوة والحديث في موضوعة مهمة هي من الأسس التي يعتمدها العلماء والأكاديميون في مراقبة مشاريعهم العلمية وعماد دار الرسول الأعظم في البحث والمتابعة، هو مشروع علمي أسميناه بإعادة كتابة السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم والصحيح من مرويات أهل البيت. ولكل مشروع مجموعة إشكاليات، وهذه الإشكاليات تحتاج إلى تذليل وإلى توضيح وإلى إثراء
على مستوى الحوار والمناقشة. لذلك أسسنا ما يسمى بملتقى السيرة النبوية، وهو ملتقى فصلي يجتمع فيه أو يحاضر فيه نخبة من فضلاء وعلماء الحوزة الشريفة ومن الأكاديميين المختصين بالسيرة النبوية الشريفة، لإلقاء الضوء على مجموعة من النقاط التي تحتاج إلى توضيح وتحتاج إلى حوار. وقد كان بودنا أن يكون الحوار الأول ونحن نتوسط المناسبة، مناسبة ولادة النبي ووفاته، يكون الحوار عن ولادة النبي صلوات الله وسلامه عليه ووفاته في ضوء القرآن الكريم والصحيح من مرويات أهل البيت. إلا أن الشيخ بالتفاتة كريمة وواعية وعلمية التفت إلى ما هو ضمن أولوياتنا أولى بالحديث منه أو أولى في الحديث فيه أو به من هذه النقطة، ورأى أن المشروع يجب أن يفتتح بحديث أو بحوار عن ضوابط السيرة أو إعادة كتابة السيرة النبوية. واقعاً إخواني أعزائي أساتذة الأفاضل، الحديث في محضر من المختصين يبدو فضول، ولكن أنا لا أريد أن أتحدث بقدر ما أريد أن أسلط الضوء على ما اجتمعنا لأجله، وهو النقطة الحيوية الأساسية المتمثلة بما سوف يتوجه به سماحة الشيخ إلينا، وهو عن إعادة أو ضوابط إعادة كتابة السيرة النبوية. جناب الشيخ أهلاً وسهلاً ومرحباً، وأنا والحاضرين إن شاء الله كلنا آذان صاغية لما تجود به قريحتك العلمية، فأدعو الجميع لأن يستقبلوا حديث الشيخ السند بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين، نبي الرحمة وخازن المغفرة وفاتح الخير والبركة محمد، وعلى آله الأوصياء الأئمة الهداة. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. بدءا طبعا نعزي صاحب العصر والزمان على شهادة الإمام الحسن العسكري في هذا اليوم، ونعزي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الموضوع كما تفضل الأستاذ أنه لا يقتصر على مقطع من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لازم دراسة عموم سيرة النبي صلى الله عليه وآله. الأمر المهم في دراسة سيرة النبي أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذات ليست مادة تاريخية بحتة، وإن كان هذا الأمر أوكل لأقلام كثير من المؤرخين ونظر إلى هذا الأمر إلى أنه بعد تاريخي ومادة تاريخية. حتى الآن في مدونات افترض المقررات التعليمية الدراسية الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية أو الجامعية يعزى التاريخ أو يعزى كتابة السيرة النبوية إلى أنها بعد تاريخي محض. وإحنا طبعا لا ننفي أن لها بعد تاريخي، تاريخاني تأريخي،
لكن خصوص سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجردة ومتمحضة في البعد التاريخي، وفي الحقيقة لا يستطيع حتى أن يدونها من كان نخبويا متخصصا في التاريخ فقط، مع ربما هذا شيء يعني غريب، كيف لا إذا كان مؤرخ ومتخصص متضلع متبحر لماذا لا يتسنى له أو لا يتأهل لكتابة سيرة النبي؟ سنبين الآن جملة من الإضاءات حول هذا المدعى. باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله تتلقى كوحي، سيرته صلى الله عليه وآله تتلقى كوحي، إذا كان يتلقى كوحي إذن ليس بعد تاريخي فقط، لأن الوحي لا يتلون بالتاريخانية فقط، الوحي طبيعته يلم ويحيط وله شمولية لأدوار التاريخ ككل، ودوره مو دور فقط تاريخي، الوحي دوره هو ما للوحي والدين من دور، ودور الدين ليس فقط في دغدغة مشاعر الاطلاع على حقب تاريخية فقط، بل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستكون مصدر العقيدة، مصدر للتقنين الإسلامي، مصدر للنظام الأخلاقي، مصدر لبناء حضارة، مصدر لري عطش الإنسانية في التنمية والتطور وما شابه ذلك. فإذا كانت السيرة النبوية دورها هذا الدور، بالله عليك فحينئذ هل تكون السيرة النبوية بعد تاريخي فقط؟ إذا كان المتكلم في علم الكلام يستند للسيرة، يمكن أن تكون السيرة أمر تاريخي ساذج؟ ممكن. إذا كان الفقيه يستند إلى السيرة، يمكن حينئذ سيرة النبي، يمكن أن تكون سيرة النبي بعد تاريخي بحت؟ لا. إذن أو كل أصحاب العلوم الدينية. إذن وثم إحنا نريد أن نجعل من هذه السيرة نموذج مثالي، يعني نريد أن نستشرف ننتهل من نمير هذه السيرة نموذج عظيم إنسان، نموذج عظيم لري عطش البشرية. فكيف حينئذ نتعاطى مع هذه السيرة معذرة بتساهل ربما النظرة التاريخية المجردة السهلة؟ لا، ممكن. نلاحظ الآن مثلا القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه باب من أبواب القرآن الكريم، باب يعني أسلوب، القرآن ربما يقال أنه ثمان أبواب أو ثمان أساليب أو أكثر أو أقل، أحد أبواب القرآن الكريم، أحد أساليب القرآن الكريم، أحد أنواع الأداء القرآني الوحياني هو القصص. قصص، الفرق بين قصص القرآني وقصص غير القرآني ما هو؟ الفرق بين قصص القرآني أيضا تاريخ، قصص تاريخ، لكن القصص القرآني يستعرضه القرآن الكريم ليس كبعد تاريخي محض. القرآن الكريم يتعرض إلى القصص في بعد الوحياني الشمولي الديني، يعني بعد العقائدي، بعد الأخلاقي، بعد الحضاري، بعد القانوني، أبعاد عديدة. لذلك أنت تلاحظ قصص، القصص التي يستعرضها لنا القرآن الكريم ليس فيها تفاصيل كلما
حبة ودب في أحداث منها قصة يوسف من باب المثال. كثير تفاصيل جزئية ربما الروايات الشريفة تعرضت لها، القرآن أعرض عنها. لماذا؟ مو هدف القرآن بعد التاريخ بما هو تاريخ، إنما هدف القرآن بعد التاريخ بما فيه بناء منظومة قانونية، بناء منظومة عقائدية، بناء منظومة أخلاقية، بناء منظومة حضارية كذا فلان. هذه أبعادها ليس شأنها شأن التاريخ أن يتعرض إلى كل فسيفساء مثلا، كل صغير وكبير. محطات خاصة تعرض لها القرآن الكريم من بدء تاريخ البشر إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. القرآن الكريم تعرض إلى دورة كبيرة من العوالم السابقة والعوالم اللاحقة، حتى النبوءات المستقبلية إن عدت من التاريخ بمعنى أيضا كذلك. القرآن لا يتعرض إلى كل محطة، يتعرض محطات خاصة. إذن كيف التاريخ في القرآن الكريم ليس تاريخ محض؟ التاريخ في القرآن الكريم عبارة عن منبع وحياني ديني، هكذا هو الحال في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أريد أن أذكر لكم أمثلة في السيرة النبوية التي تعاطاها فقهاؤنا نحن الإمامية فضلا عن فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى، تعاطوها كقرائن لبحوث خطيرة في العقيدة، تعاطاها الأعلام كبحوث خطيرة في الفقه السياسي الذي نريد أن نرسم معالمه كرؤية، تعاطوها كمصدر مهم في منظومة الأخلاق، سواء الأخلاق منظومة الأخلاق الفردية الروحية الفردية المجتمعية الإنسانية الأسرية لما جرى. إذن سيرة النبي كما قرر في العلوم الإسلامية أحد مصادر التشريع، أحد مصادر المعرفة. ويا لها من خطورة، يا لها من خطورة. ليس التاريخ فرد عادي بشري، مخلوق عادي، مقطع من مقاطع التكوين، لا، هذا عبارة عن نموذج إلهي خلقه الله عز وجل ليكون ينبوع الوحي. ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن في البدء يجب أن نلتفت إلى أن السيرة النبوية، وهذا على كل نداء لكل الأخوة اللي يدرسون المادة التاريخية في السيرة النبوية، إن السيرة النبوية لا يتعاطونها تعاطي تاريخي محض، لا، هي من الخطورة بمكان. لماذا؟ لأنها ستكون منبع للوحي، منبع للتشريع. وفي البيت قبل أن أخوض في يعني في جملة من الموارد أنا شخصيا حصل لي نوع من الممارسة البحثية في هالموارد في الفقه السياسي، مثلا ما حاولنا أن نعالج في بعض المسائل أو الفصول في الفقه العقائدي، في الفقه أيضا الأخلاقي وما شابه ذلك. ربما جملة من الأدوار الزمانية في البحوث العلمية حتى الخاصة بنا تلقيت السيرة أنها على هذه الشاكلة لسيد الأنبياء، والحال أن هذه الصورة المرسومة لسيرة سيد الأنبياء فيها يعني نسبة هذه السيرة لسيد الأنبياء، هذه النسبة فيها ما فيها. بصراحة أنا أذكر لكم مثال بعد جيد، مثلا موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاه الملل والنحل الأخرى، ماذا كان؟ أو موقفه في الحروب ماذا كان؟ موقفه مع أسرى الحروب ماذا كان؟ موقفه الذي حتما قرأوه الأخوة
في قضية بني قريظة، موقف النبي صلى الله عليه وآله في ماذا؟ في بني قريظة. وحتما الأخوان ربما قرأوا الكثير عنه، ولكن هناك محققين في الحوزة العلمية أمثال المرحوم الشيخ محمد رضا الجعفري من تلاميذ السيد الخوئي رحمة الله عليه وتلاميذ السيد محمد الروحاني، يرفض ما كتب حول من باب أذكر لكم إثارات، يعني يرفض ما كتب حول بني قريظة، كلها أقلام سلطوية ليست مصادرها من أهل البيت. زين، هاي تدرون واقع خطرة الآن، شنو شلون نقرأ شخصية الرسول، الموقف التشريعي للرسول تجاه الملل والنحل الأخرى، تجاه موقفه في الحروب في قصة بني قريظة، موقف الأسارة، قضية ذات بني قريظة، بني النضير، بني قنيقاع، أمر مهم. إذن لاحظوا الآن الغرب، ولعلمه بكل صراحة في كبد إثارة للبحث المنهجي في سيرة الرسول، الأقلام التي كتبت سيرة الرسول من السلطات الحاكمة أرادت أن تبرر كثير من العنجهيات التي مارستها بنسبة هذه الممارسات إلى سيد الرسول. إن ما نصنع إن كان عندنا بعض الأساليب الداعشية، أعوذ بالله، فهذه أعوذ بالله، هذه منسوبة في عمق أعوذ بالله السيرة النبوية، يمكن هذا نستسيغ؟ إذن الأمر خطير يا أخوان، الأمر خطير. إذا كان بما بقدر ما للرسالة السماوية للإسلام، لدين الإسلام، ليظهره على الدين كله، مشروع ضخم كبير نريد أن نقدمه منار لكافة شعوب البشر العام متعطشة، أي نموذج نقدمه؟ الأمر ليس بسهل، خطير جدا. لذلك إذن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها ضوء، العمل فيها، البحث فيها يجب أن يعني يخضع إلى موازين وضوابط خاض فيها علماؤنا كثير، ونتلوها على مسامع الأخوة، ليس بالأمر السهل. سيرة النبي أمر خطير جدا. جملة من علمائنا منهم حتى السيد البروجردي رحمة الله ينسب إليه، يعني ما قبله بعده، عندهم أن الذي يعرف، يمكن أن يعرف حديث أهل البيت بعمق الحديث، لا يمكن أن يعرفه بدون سيرة النبي، والعكس كذلك، سيرة النبي سوف نبين لا تعرف إلا برؤية أهل البيت. في تشاهد، في نوع ترائي، يعني تعاكس مرايا المرآة. لماذا هذا الكلام؟ لأن كلام أهل البيت ناظر لمن؟ ناظر لشرح، لشرح ماذا؟ ناظر لشرح البعثة النبوية. فكيف أنا أنظر أقرأ الشرح ولا ألتفت للمتن؟ يصير؟ ما يصير. الشرح هو شرح للمتن، المتن إذا كان هو السيرة النبوية صلى الله عليه للنبي صلى الله عليه وآله، فإذا كنت غير ملم حتى في البحث الفقهي، في البحث التفسيري، في البحث العقائدي، لم أكن ملما بالسيرة النبوية، فكيف أفهم الشرح؟ كانما أمر مقطوع مبتور. لذا هناك حتى في الحوزات العلمية من قبل أكابر أن حتى العلوم الإسلامية كافة مرهونة بمعرفة السيرة النبوية، ليس فقط بالحديث النبوي، نفس السيرة النبوية. وفعلا كثير من الآيات، الآن دعوني أذكر لكم أمثلة خطورة السيرة النبوية، ولو لا أريد أستغرق هذا الأمر، لكن لابد من الإشارة إليه. كثير من الآيات فسرت عند الفقهاء بصراحة، ذكرت جملة منها في كتابي عدالة الصحابة، يعني ما يقال حول عدالة الصحابة،
جملة من الكتابة يعني من الاستنتاجات والاستنباطات الفقهية في الفقه، في الفقه السياسي والفقه العقائدي والتفسيري، بني على معاني معينة التزم بها النبي صلى الله عليه وآله، مبنية على دعوة معينة في سيرة النبي. هل هذا الذي رقم وكتب لسيرة النبي هو، أو سيرة النبي حقيقته شيء آخر؟ بشيء من التمحيص نشوف شيء آخر. شوف لا، فلاحظ سيرة النبي تجعل قرينة في تفسير الآيات، وما وأي دور أخطر من هذا الشيء. سيرة النبي تجعل قرينة على الأحاديث النبوية، قرينة حالية لتفسير الأحاديث النبوية، وأي دور أخطر من هذا. سيرة النبي تجعل قرينة على شواهد على تنزيل الآيات، أسباب النزول، أسباب النزول أحد المصادر المهمة لتفسير الآيات، وبالتالي لتفسير مصادر التشريع. انظر كيف خطورة السيرة النبوية في مصادر التشريع. فأنتم أيها المتخصصون النخبويون وفقكم الله للمزيد من درجات العلم والتحقيق والتمحيص، لا تظنوا أن هذا البحث التاريخي تاريخ محض. أنتم ستكون مؤثرون في تمحيص الحقيقة في بعدها العقائدي، في بعدها القانوني، بعدها الراسم لمنظومة الدين في أنحاء شتى في نفس الحضارة الدينية. فالمقصود إذن السيرة أمر خطير جدا جدا جدا. رأيت يعني شخصيا كممارسة أكابر كثر حتى من الخاصة بنوا على قرينية معينة في السيرة النبوية. إذن ما حصل نشوف هذه السيرة كتبتها أقلام السلطة وليست كتبتها أقلام الحقيقة إذا دققنا النظر طبق الموازين العلمية في العلوم الدينية. فلذا إذن السيرة لا يمكن أن ينظر إليها. هذه أول نقطة، أول شارحة لموضوعة السيرة النبوية ككل، لا يمكن أن ينظر إليها كمادة تاريخية بحتة مجردة، بل هي مصدر للمعرفة الدينية، مصدر للتشريع، مصدر للوحي. إذا كانت بهذه الخطورة إذن لابد من شد السواعد كبيرا كثيرا لمزيد من التنقيب، مزيد من الفحص، لا أقول مزيد من الإنكار، لا لا لا، ولا مزيد من التسارع في التثبيت، لا. شعار العلم الكبير هو المزيد بلا حد من الفحص والتمحيص والتنقيب بلا كلل، بلا ملل، بلا أمد. أنا عالم الفحص لا يعرف أمد، العلم يعرف حد؟ لا يعرف حد. كلما وقل رب زدني علما. فإذا هذا أمر خطير، أول موضوع في قضية السيرة. النقطة الثانية لا أحب أداولها ويا الأخوة الأساتذة الأعزاء ومع المركز الشريف للرسول الأعظم، رجاء كل إنجاز لا يكون تدوين ورقي فقط، بدءا باستثمار جهودكم الشريفة إن شاء الله والتي إن شاء الله تستمر أكثر فأكثر. رجاء اجعلوا تدوينكم إلكتروني، لأننا نحن نعيش في أي عصر؟ عصر طباعة ورق. نعم لا بأس بها، توثيق مستندات أكرم بها وأنعم، لكن التدوين الإلكتروني، النشر الإلكتروني هو أولا وأخيرا من جهة السعة والانتشار ومحرك بحث. ويعني نتطلع منكم أن تكون لكم موسوعة بحثية تجمع الأبحاث، تجمع المصادر القديمة الموثقة، وعلى يدكم إن شاء الله تنبثق موسوعة نبوية. طبعا إن شاء الله تتمخض تنضج أكثر فأكثر، ولكن كبادرة موسوعة إلكترونية خاصة
باسم على كل العتبة العباسية الشريفة وباسم هذا المركز الشريف، وتأخذ في التطور لتكون مصدر من مصادر البحوث. كل تدوينة تكون إلكترونية فيها برنامج بحث، محرك بحث أو المجرة، وتجعل على المواقع. وهذا ليس بمعنى حد أقصى، هذا هو حددنا أدنى، ولا هو إن شاء الله هذه الموسوعة تلاقي من التحديث والتمحيص إلى عشرات السنين إن شاء الله. ولكن هذا يكون نوع ادخار للجهود، هذه على كل بدء انتهاء على أن نذهب إلى الوسط، أي لكن ضرورية جدا، وإلا الجهود لا سمح الله تذهب سدى. الآن عصر السرعة وهنم جرة، وعصر انتشار مع كل عقول العالم ومشاركة كل عقول العالم، لينفتح موقع المركز على كل مساهمات لباحثين، ما المعنى العقل مشترك شكوية لأجل على كل مخمخة البحوث وتنضيجها. حينئذ ندخل في بحوث موازين السيرة، موازين السيرة النبوية. أذكر هذا المطلب ربما يكون غريب على، ربما لا أدري، يكون غريب على مسامع الأخوة، المسامع الشريفة الأخوة. أحد أهم مصادر سيما السيرة النبوية بل التاريخ عموما في بعده الحضاري، لا أقول التاريخ، في بعده التاريخاني المحض، ربما هناك بعد للتاريخ للتسلية لتلبية مثلا غريزة الاستطلاع على بأس به، لكن إذا أردنا من التاريخ بعد بناء حضاري، بعد بناء فكري، بعد بناء تنمية إنسانية، أحد مصادر المهمة للتاريخ المغفول عنها ما هي؟ الثقلان، كتاب الله وسنة المعصومين. عجيب، وما بال كتاب الله وسنة المعصومين، وأي شغل شاغل لكتاب الله بالتاريخ مر بنا. أصلا القرآن يستعرض تاريخ البشرية من آدم وقابيل وهابيل وأقوام البشر. شوف القرآن ما تعرض إلى كثير من تاريخ البشر، تعرض لمحطات خاصة من تاريخ البشر، سواء الصالحين أو الطالحين أيما أو عموم الأمم، كيف بنيت الحضارات، كيف انهارت الحضارات، كيف هو هذا الذي تعرض له القرآن كله. الجانب التنموي، الجانب البناء للإنسان. فإذا أردنا من التاريخ خطورة مستحيل القرآن لم يتعرض لها، سواء تاريخ ما سبق أو تاريخ ما سيأتي، لأنه في علم التاريخ الآن ومنذ قديم الأيام علم التاريخ، وين اسمه كان تاريخ، لكن هو لا يؤرخ لما مضى. في من التاريخ ما يؤرخ للملحمات، النبوءات المستقبلية هم يسموه تاريخ، تاريخ بالمعنى العام في علم التاريخ. كثير من الكتاب التاريخيين في عهد المسلمين كتبوا عن الملاحم التي ذكرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أحد فصول المهمة في تاريخ المسلمين الملاحم التي تنبأ بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذن المستقبل حتى من التاريخ في الحقيقة، والقرآن أيضا يرعى المستقبل ويرعى الماضي ويرعى الحاضر. فإذا أريد من التاريخ مصدر بناء ومصدر حضارة بلا شك للقرآن الدور، ولحديث المعصومين بدءا من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم إلى حديث كل بقية أئمة أهل البيت عليهم السلام، دور مهم في تمحيص التاريخ، لا سيما فيما نحن فيه، السيرة النبوية. السيرة النبوية، وسندلل بدلائل وشواهد عديدة عند كثير من علماء المحققين أن لماذا السيرة النبوية ضروري تحتاج إلى القرآن وتحتاج إلى
كلمات أئمة أهل البيت أو الأحاديث المحكمة من كلمات سيد الأنبياء جوامع الكلمة. لماذا هذا الشخص الشخيص أشخص مخلوق أشخص شخيص فلتت المخلوقات كلها سيد الأنبياء، لماذا نحتاج إلى الوحي في قراءة سيرته؟ لماذا لا يكفي المؤرخين العاديين؟ ما الضرورة في ذلك؟ ما الدليل؟ ما البرهان؟ طبعا أحدها ما ذكرناه، إذا كانت سيرة النبي مصدر وحياني إذا تحتاج إلى ضوابط الوحي، هذا أحد الأدلة التي مرت بنا الآن. بعد ماذا؟ الدليل الآخر، البرهان الآخر، وبالتالي نلزم أنفسنا كلنا أن نراعي موازين الوحي في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وإن كنا لا نغفل آليات ومواد التاريخ. الدليل الآخر ما هو؟ الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط بعد يأكل ويمشي ماذا؟ في الأسواق، ليس بعد بشري فقط. لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بشري فقط لربما اكتفي فيه بالآليات البشرية، إنما النبي صلى الله عليه وآله عنده صفة النبوة، وهي صفة غير الصفة البشرية العادية لدى بقية البشر. صفة النبوة يعني وحي. لما يكون إذن طابع آخر في سيد الأنبياء صفة النبوة والوحي والرسالة، وأي نبوة؟ هو نبي الأنبياء، سيد الأنبياء، الأمين الله، الأمين المعتدم المعتمد من قبل الله عز وجل في منتدى ونادي الأنبياء بنصوص قرآنية كثيرة. إذا كان هذه الصفة لسيد الأنبياء كما يذكر لنا القرآن الكريم، قل إنما أنا بشر مثلكم، ماذا؟ شوف ما اكتفى إنما أنا بشر مثلكم، هل حصر القرآن حقيقة سيد الأنبياء في البشرية؟ طبعا ما ليس له ألوهية والعياذ بالله، لا، كلهم مخلوق النبي، جانب المخلوقية واضح، لكن ليس بشر مثلكم في مستواكم، إنما أنا بشر مثلكم. بعد ذلك ماذا وصفه القرآن؟ يوحى حسب ما يقولون في علوم اللغة جملة فعلية بصيغة فعل المضارع والماضي، إنما أنا بشر مثلكم أوحي إلي، لا، بشر مثلكم ماذا؟ يوحى فعل مضارع يدل على الاستمرار، إن أبديت وحياني دائما عنده. الآن في البرزخ النبي صلى الله عليه وآله ما انقطع عنا الوحي، أصلا ذاتي سيد الأنبياء يختلف عن نبي إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ذلك أوحي إليه سيد الأنبياء، لا، يوحى. زين، هذه الطابع في سيد الأنبياء إذا كان وحياني، هل يمكن لهذا الطابع الغيبي الذي ليس في متناول البشر، هل يمكن أن يضبطه، يرصده، يرقبه، يحيط به البشر؟ لا، من حيث البشر لا. لذلك تواتر هذا الحديث عند المسلمين في تبليغ سورة براءة، نزول حديث قدسي من الله على سيد الأنبياء في سورة براءة، لما أراد أبو بكر أن يبلغها عن النبي حاشا، أتى الوحي الإلهي، حاشا أن يبلغ عنك أبو بكر، هذا نص اتفق عليه المسلمون، من الذي يبلغ عنك؟ جبرائيل أتى بحديث قدسي عن الله رواه متواترا المسلمون، هذا يعكس لنا بحث السيرة، لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك،
ما يقدر يفهم النبي. انت النبي طبقات، من يستطيع يفهمك يفهمك يا ايها النبي الا انت؟ شلون لا يبلغ عنك الا انت؟ النبي اثنين لو واحد، اي في علم البلاغه، في علم البديع من علم البلاغه، يقولون هذا يسمونه عباره تجريد. تجريد يعني الشخصيه الواحده للنبي كانما طبقتين شخصيتين. لا يبلغ عنك الا من؟ انت. يبلغ عنك انت، المبلغ عنه النبي، والمبلغ هو النبي. كيف يصير؟ يعني الجانب النازل البشري من النبي يبلغ عن الجانب قلب النبي الوحياني، اما بدنه الشريف، فمه الشريف صلى الله عليه واله، او علي بن ابي طالب، او فاطمه، او الحسن، او الحسين، الذين ورد النص عليهم عند احاديث المسلمين، علي مني وانا من علي، فاطمة مني وأنا من فاطمة، حسن مني وأنا من حسين، من حسن، حسين مني وأنا من حسين. إذن من هم الذين من النبي؟ هؤلاء يتلقون ليس فقط عن البدن الشريف للنبي، يتلقون النبي، بدن النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. نستمر؟ لا بس. فهؤلاء صلوات الله عليهم يفترقون عن بقية الصحابة، يفترقون عن بقية البشر. ليس مصدر تلقيهم عن النبي الفم الشريف لسيد الأنبياء وبدن النبي، يتلقون عن الطبقة العليا عن النبي رحمة الله عليه. العلامة الطبراني شرحها شرح لطيف في الميزان. لا يبلغ عنك يعني قلب النبي اللي هو البيت المعمور الملكوتي، إلا أنت بدنك أو أرواح عترتك التي تروي. لذلك بعض استعصى هذا الحديث المتواتر عند الفريقين، هذا أيضا أحد الأدلة. أنا مدينة العلم، وماذا؟ ولماذا اختص علي بن أبي طالب من بين الصحابة؟ بقية الصحابة أيضا عاصروا النبي، طالسوا النبي، سمعوا من فم النبي المبارك، ولماذا فقط علي بن أبي طالب؟ وهذا السبب. النبي عندما يكون في صفة وحيانية، وهي صفة مخلوقة لكن فعل الله وحي، ليست صفة الألوهية، صفة مخلوقة لكنها صفة مخلوقة فقط عند المصطفين، جنب الوحيانية في النبي، والوحي المستمر مو الوحي المنقطع. هذه الصفة في النبي من يدركها؟ من ينالها؟ لا، إذن ليس عبط. أنا مدينة العلم والصحابة بابها؟ لا. أبو بكر وعمر بابها؟ لا. عثمان بابها؟ لا. علي بابها. كثير من الآن رواد الفكر الإسلاميين يقول لماذا هذا التخصيص لعلي بن أبي طالب، معنا حديث متواتر لا نستطيع أن ننكره، لماذا اختص عليا بهذا المقام؟ الكل سمع عن النبي. إذن الوحي ليس صو أصوات ألفاظ ولا ملاحظة مشاهدة مرئية لأفعال النبي. السيرة
ليست مشاهدة مرئية لسيد الأنبياء، هذه حسية لا تتناول الوحي، جنبة الوحي جنبة ملكوتية غير مرئية، غير مرئية. من الذي يستطيع أن يتناولها؟ من الذي يستطيع أن يرصدها؟ بحق أقول لكم بيّن الإمام الصادق والأئمة صلوات الله عليهم، بيّنوا أن كثير من ابتعاد فقه المذاهب الإسلامية الأخرى عن مدرسة أهل البيت، عن حقيقة الوحي النبوي، لأنهم لم يفهموا السيرة النبوية. ويبين الإمام الصادق باب باب من أبواب الفقه التشريعي، نظروا بعيونهم، سمعوا بكلماتهم، لكن لم يعوا الجانب الغير مرئي الوحياني من هذا الجانب، المشهد الحسي أو المسموع. لا يمكن يا أخوان، إذا السيرة فيها جنبة وحيانية، السيرة ليست حس فقط، السيرة النبوية ليست حس فقط. إذا كانت حس فقط تصدق مقولة قريش أو غيره، ما لهذا الرسول يمشي ويأكل في الأسواق، لأنهم لا يشاهدون إلا هذا. إن هو إلا وحي، إن هو حام ما يشاهدوه. السيرة إذن، لاحظ أتي بمثال آخر. أجمعت علماء الإمامية كلهم، متكلميهم، مفسريهم، علماء الأصول، علماء الأخبار، أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على أن وحيانية القرآن، قرآنية القرآن، وحيانية القرآن ليست بالتواتر فقط. عجيب. أعيد، أجمعوا على أن وحيانية القرآن ليس مصدرها التواتر فقط. وقالوا لو كان مصدر قرآنية القرآن التواتر الحسي فقط لكان القرآن كتاب تاريخاني، كتاب من كتب التاريخ البشري الأثري. أين قالوا هذا؟ أنسب لهم أنا هذا المطلب في هالعبارة الخالدة التي امتازت بها مدرسة علماء الإمامية. قالوا إجماع الأمة من دون تضمن للمعصوم ليس بحجة. أعيد العبارة، موجودة في كتب الكلام لعلماء الإمامية، في كتب الأصول كذا. مقصود علماء الإمامية إجماع الأمة ليس بحجة ماذا؟ هم خبر الواحد لغير المعصوم عندهم حجة علماء الإمامية. ماذا يقصدون من إجماع الأمة ليس بحجة؟ مقصودهم ليس بحجة وحيانية، لأنهم ليس مقصودهم ليس بحجة ظنية أو ليس بحجة حسية. التواتر يفيد اليقين الحسي. إذن كيف علماء الإمامية يقولون بأن إجماع الأمة بأسرها من دون وجود معصوم؟ فقهاؤها، علماؤها، مفسروها، نوابغها، زهادها، أتقياؤها، أهل يقينها، عرفاؤها، فلاسفتها، كلهم أجمعون، أكتعون إجماع الأمة كلها، نوابغها، روادها، ما شئت، أبدالها، بعد أكثر من تريد بعد، يلا تجيب، جيب بعد، جيب في الشيلة كلها، كلها تجمعهم 14 معصوم ما يكونون في البين، الإجماع الأمة ملي أي اعتبار. أيكم تقصدون يا علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم؟ كلمة خالدة عظيمة، قاعدة معرفية عظيمة. ما الذي يقصدون؟ ليس حجة ظنية، هم خبر الواحد كخبر زرارة رضوان الله عليه يعتبره حجة، حجة ظنية حسية.
التواتر عندهم حجة، عندهم حجة كيقين حسي. هل القرآن يقين حسي أو القرآن؟ إذا كان حس، الحس محدود. إذا كان حس، الآن العلوم القديمة والحديثة البشرية سواء فلسفية أو غير فلسفية أثبتت أن في الحس 500 نوع، 300 نوع، 500 نوع، في إحصائية 800 نوع. نوع مو فرد، ها مورد 500، المهم مئات الأنواع لخطأ الحس. وين خطأ الحس؟ أحد أمثلة الخطأ الحس أنك ترى ضفتي الشارع إذا امتد في الأفق أن الضفتين تتلاقى ولا تتلاقى، ها؟ واقع الأمر العقل يقول لك تتلاقى؟ لا. الحس يخدعك يقول تتلاقى. يقينك الحسي ترى بأم العين أنه يتلاقى وكذب. العقل يقول أنا لدي عين أخطئ الحس الصغير، أنا الأب الكبير، العقل يقول لنا أنا المعلم الكبير، هذا الحس خطأ. الكواكب والمجرات البعيدة نراها بقدر رأس الإبرة ولا نراها كذا ولا، الحس ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أن المجرات البعيدة، الشموس البعيدة ذرات صغيرة. حس هذا مؤدى هذا. العقل ماذا يقول لنا؟ ها؟ يقول لنا هذه أحجام كبيرة. العين العقلية أعظم من العين الحسية. الآن لو وين إناء أو ظرف صغير فيه نار، وعاء في نار، ويديره الإنسان بسرعة بسرعة من بعد، ماذا سنرى؟ سنرى حلقة نارية أو لا؟ نرى حلقة نارية أو لا نرى؟ نرى حلقة متصلة من ال، إذا أدارها بسرعة. الحس يقول لنا أمامنا ماذا؟ حلقة من نار. للعقل ماذا يقول؟ العقل يقول أيها العاقل لا تنخدع بالحس، ليست هناك حلقة من النار، هناك نقطة تدور من النار بسرعة، تتوارد الصور على العين، فالعين لا تستطيع أن تميز بين تدفق الصور فترى أنها حلقة، وهي ليست حلقة، هي نقطة. هذا نوع ثاني. ثالث ورابع، مئات الأنواع من المعلومات التي لا نريد أن نكون صفصطيون، لا، الحس يعتمد عليه لكن ليس هو المصدر الأكبر. العقل في العلوم حتى التجريبية مصدر وليس الحس. الآن ربما كثير من عموم الناس عندما تسألهم تقول التلفزيون فيه صور متحركة، يقول قطعا صور متحركة، فيلم متحرك. العلم يقول لك لا، ماكو صورة متحركة حقيقة، إنما في آلاف الصور في الثانية تبث على حالات مختلفة، أنت تراها أنها صور متحركة، هي صورة لقطات مختلفة للحركة، صور ثابتة أنت تراها يخادعك الحس، ترى أنها حركة. أي نوع ثاني؟ خامس، سادس، سابع، إذا الحس كما قال علماء الإمامية، الحس لا يحيط بالحس بالمحسوس، يحيط الحس بالمحسوس، كم من محسوس يتقاصر عنه ماذا؟ الحس. الحس لا يحيط بالحس، فكيف يكون الحس يحيط بغير المحسوس غير المرئي؟ لذلك قال علماء الإمامية، قالوا ماذا؟ إجماع الأمة. إذن القرآن لا يمكن أن يكون مصدره تواتر الأمة فقط. نعم، ولما نميز بيننا وبين ما يدعي البوذيين، الهندوس، النصارى، في وإن كان نعتقد بالإنجيل لكن في التحريفات التي تورد عليه، أو التوراة، أو إذن هذا مهم، أن سيرة النبي عندما لا تكون حس فقط، أصل إحاطة بالحس. أكثر اشتباهات الرواة يذكر ذلك أئمة أهل البيت الإمام الصادق أيضا،
اشتباه تشريع المسلمين أن الراوي لم يحط بالدقة حسا لسيرة النبي، لم يسمع بالدقة كلمات النبي، لم يفهم بدقة حركات النبي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلألؤ وحياني، كتلة وحيانية. إن هو الضمير خلافا لكثير من المفسرين حتى الخاصة، الضمير لا يرجع لنطق النبي، يرجع إلى كل كتلة النبي من كل طبقات وجوده. ما ظل هو، يعني كل النبي، ما ظل صاحبكم، وما غوى هو كل النبي، وما ينطق عن هو كل النبي. إن هو يعني كل النبي، كل النبي كتلة وحيانية. في مورد القرآن يقول إن هو إلا بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى. في هذا البيان وبيانات أخرى يقول القرآن النبي حتى بدن وحياني، حركات بدن سيرة تشريعية. ولكم في رسول الله من حركاته سكناته لفتاته. في البخاري لطيف، هذا الحديث حتى موجود صغيرة مدرسة أهل البيت بعد الأمر واضح. في البخاري، في بدايات البخاري، أحد الرواة يقول: منعتني قريش أن أكتب عنك كل ما تقول يا رسول الله. قالوا لأنه يغضب ويرضى، فلا تنقل عنه كل شيء. قال: ما يخرج إلا وحي، فعل كل وحي. إنك لعلى خلق عظيم. في غير وحي يعني؟ وإلا هذه شهادة تعارف، مجاملات من الله، وحاشا لله أن يجامل أحد في غير الحقيقة. إذن سيرة النبي، لأننا نتكلم عن شخص هو مخزن كل الوحي. حتى جبرائيل في الروايات يحتاج للنبي في الوحي، مو العكس ترى. هذا بحث طويل لا أريد أخوض فيه، لأنه اتفق أكثر علماء الفريقين على أن نزول القرآن نزولان نمطان: النزول النازل للقرآن شأن جبرائيل، النزول الفوقي الدفعي للقرآن، كما يذكر حتى الطبري. الطبري من علماء الكبار المفسرين من العامة يذكر هذا الشيء في تفسيره: إن للقرآن نزولان، النزول الدفعي ليس لجبرائيل نصيب فيه. بس هذا بحث، محطة ما أريد أدخل فيها، يعني مستوى فوق جبريل. الطبري طبعا معاصر لأحد علمائنا الكليني، الطبري. المهم لا أخذ الوقت كثير، أريد الموازين ربما أذكرها على الآن فهرسيا، لأن إذا كان السيد الأنبياء كما هو واضح الآن، إذا كان السيد الأنبياء، نعم إن شاء الله، إذا كان السيد الأنبياء وحي، إذن لابد من آليات الوحي. لا يستطيع أن يفسر الوحي إلا من لا يبلغ عنك، لا يضبط الوحي إلا إذا موازين الثقلين، موازين الثقلين. هذه على أي حال بادرة. دعوني فقط أذكر فهرسيا الموضوعات التي كنت أريد أخوض فيها، لن أخوض فيها الآن إلا ربما في الحوار على أساس لا يكون إخفاء. إذن الرؤية الكلامية لها دخالة مهمة، هذه أحد البنود. أنه أصلاً لاحظ، مو ليس من الإمكان أن يكتب أحد عن سيرة النبي وليس يعي كلامياً شؤون النبي، مقامات النبي. كيف يكتب عن النبي؟ إذا يتعاطى مع النبي، هي بعض زوجات النبي تتعاطى مع النبي نظرة نازلة. لما؟ لأن لا تعي من النبي كما تعي فاطمة من النبي، ما تعي من النبي. سئلت قالت هو، سئلت عن كيف هو يأتي النساء مثلا، قال مثل البقية. شوف نظرة. وإن كان لها كلام آخر هي نفسها، قالت هو قرآن مجسم، هذا صحيح. إذا كان النبي قرآن مجسم، القرآن تأويل بطونه، يعيه البشر؟ ما يعيه البشر. المهم
أذكر نقاط عفوا بس جردا بلا تفسير. من الشرائط لبحث السيرة النبوية أولا يجب أن تكون لدى الباحث خلفية كلامية قوية، وإلا لن يعي السيرة النبوية. النقطة الأخرى أيضا في هذا المبحث، يجب أن يكون لدى الباحث إلمام بالعلوم الدينية كأصول الفقه، علم الرجال، غيره غيره، وإلا من الصعب المستصعب عليه أن ينقح كثير من الأمور. نقطة أخرى بعد أذكرها، نقطة أخرى أذكرها، لابد من الرجوع في تنقيح السيرة النبوية إلى محكمات الكتاب ومحكمات السنة. إذا لم نعي شخصية النبي في الكتاب وفي السنة لن نستطيع أن نفهم حركات وسكنات الرسول. نقطة أخرى، يمكن الرجوع إلى سيرة النبي في تفاصيلها إلى القرآن، لأن في عبارة ذكرها ربما الكثير من كبار علماء الإمامية منهم العلامة الطوطائي، القرآن عبارة عن مشهد فيلم يستعرض بعدسته سيرة النبي خلال 23 سنة. فأكبر مصدر للسيرة هو القرآن، لا بالتفاسير يمين يسار، محكمات القرآن وكذلك روايات علمية. نقطة أخرى يا أخوان، في الفحص والتنقيب ما في سقف. إبرام وحسم النتائج بسرعة هذا ليس فخر علمي. الفخر العلمي أن يكون إنسان دؤوب في تحري الأمور. شعاره أن العلم لا ينسد، طريق طويل. لا أقول إنسان لا يغتنم النتائج، لما؟ ولكن لا يحسم النتائج كنتائج نهائية، بل عليه بالمواصلة في البحث ضروري جدا، هذا شعار علمي. أما يسارع في الإنكار أو يسارع في الإثبات ليس هذا من التفوق العلمي الكبير. يختزن المعلومات والمواد، لما؟ هذا نهج علمي قويم. أما حسم ويقضي ويبرم بسرعة، لا، نفيا أو إثباتا. نقطة أخرى جدا مهمة، كثير من المسلمات في السيرة النبوية ليس لها مصدر قويم، وكتبتها أقلام بني أمية وبني العباس أو من قبلهم. بصراحة لا أعي أحد من الغلاة كتب في السيرة النبوية. الذين كتبوا في السيرة النبوية كلهم الذين كتبوا في السيرة النبوية كلهم أقلام السلطة، دعاة السلطة، وعاد السلطة، لأن السلطة ما كان يهمها أن تعلي من قدر النبي، كان من شأنها أن تخفض من قدر النبي. حتى الغلاة كمنحرفين لم تفسح لهم المجال، عكس ما نرى، إنما كان دائما إحطاط من قدر النبي. أي نعم، هذه نقطة مهمة، أن كثير من المسلمات يجب إنسان يفحصها. وللأسف صراحة، حتى في كتابات الخاصة أخذت ما كتب في كتب المدارس الإسلامية الأخرى، أخذت رسالة المسلمات، وهي طامة كبيرة. أعظم من نرجع إليه في تحقيق السيرة النبوية كما مر محكمات القرآن، لا متشابهات القرآن، محكمات القرآن ومحكمات حديث سيد المعصومين صلى الله عليه. نقطة أخرى أيضا في هذا المجال، الالتفات إلى أن ذكرتها في بداية البحث ولكن أعيد تذكير الأخوان بها، أن كثير من النتائج التي سنرصدها في سيرة النبي اعلموا بأنها ستؤثر في الفقه وفي العقائد وفي التفسير وفي بناء مسار ورؤية للمسلمين.
الآن حتى الغرب عندما شاهدوا ظاهرة داعش وقاعدة والطالبان والإرهاب والتطرف الذين هم صنعوه ما شاء الله، قالوا على المسلمين أن يراجعوا مصادرهم. تفسير أحد أخطر الأمور في التحريف للقرآن ليس تحريف ألفاظ القرآن، مجمع على أن ألفاظ القرآن بالضرورة لا يأتيها الريب أو الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن ماذا؟ معاني القرآن حرفت. أذكر لكم آية راجعوها في كتب التفسير، محرفة حتى عند الخاصة 180 درجة. ما هي هذه الآية؟ تلك أمة، آيتان في من باب المثال في سورة البقرة، تلك أمة قد خلت لها من قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآيتان، هاتان الآيتان فسرت بمعنى أن تشلك تنقب في التاريخ، عكس أنتم تخصصكم أنبذ التاريخ، ليش تفحص في التاريخ؟ والحال أن الآية بحسب تفسير أهل البيت عكس ذلك، أنت مسؤول عن تحديد الحقيقة في التاريخ لأنها سترسم لك المستقبل. أذكر فقط دي وأختم، قبل أيام أو مدة الدولة النمساوية أصدرت قرار بهدم بيت منزل الذي ولد فيه هتلر، أنا على الحدود النمساوية الألمانية. يا بليش؟ لماذا؟ تاريخ آثار. قال هذا التاريخ مسجد ضرار، هذا ده يبقى يولد لنا، يفخخ لنا، يفرخ لنا النازيين، لازم نزيله. شوف التاريخ يعني، النازية ماذا صنعت؟ 100 مليون قتيل في العالم. عجيب تاريخ هكذا مواليده. نعم، إذن مسؤولية عظيمة في تحقيق السيرة النبوية، إما نولد منها داعش ماعش وماعز وقاعدة وباعدة وطالبان، أو نولد منها نور أهل البيت صلوات الله عليه. وصلى الله على محمد وعلى طهره. والحق أن حديث الشيخ لا يمل، ولكن للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية. وأنا يعني أود في يعني نهاية كلام الشيخ وبداية حوارات الأساتذة الأفاضل أن أضع أيضا بين يدي الحضور الكريم ولا سيما من تجش معنا السفر والتواجد إن شاء الله وإثراء هذه الندوة بملاحظاته أو ب حواراته مع الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بسلامة الإياب، وأقبل أياديكم اعتذارا يعني وأنا تلميذ من تلاميذكم في توجيه الحوارات بأسئلة مركزة حتى يأخذ كل ذي يعني رغبة بالحديث حقه في محاورة الشيخ وفي تسليط الضوء على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي سوف تثرى بها هذه الندوة. أنا متيقن أنه الكل متعطش للحوار والكل لديه مجموعة علامات استفهام، ومتيقن جدا أن في فم الشيخ الريق الكثير للحديث عن هذه النقاط التي أوجزها في ذيل محاضرته الكريمة، ويعني أتوسم بالأخوة بالأساتذة الأفاضل أن تتركز الأسئلة وأن تتركز الإجابات استثمارا للوقت وتوزيعا يعني كيما يكون التوزيع توزيع عادل إن شاء الله في الحوار مع سماحة الشيخ. وبينما أسجل أسماء من يرغب
بالمحاورة الشيخ، أنا أدعوكم لتناول أو لترطيب أفواهكم يعني بما قسم الله سبحانه وتعالى من بركات أبي الفضل العباس. تفضل. شكرا سماحة الشيخ على المحاضرة الحلمة العميقة التي تضع مسؤوليتنا أمام الأجيال القادمة. الله يحسن لطفكم. أبدأ السؤال؟ تفضل. السؤال، أنا عندي سؤالين أو ثلاثة. سريعة. بل برقيات صارت مو برقية. تفضلتم بالفرق بين الوحي المنقطع والوحي المستمر، هكذا سمعت. نعم. هل هناك وحيان أم هما وحي واحد؟ ثاني، تفضلتم بأن إجماع الإمامية لا يكون حجة إلا بوجود معصوم. إجماع الأمة. إجماع الأمة. أوسع بعد. إجماع البشرية أجمع. طيب لا يكون حجة. حجة مقصودهم حجة وحيانية، لا حجة حسية. حجة حسية يقبلوها. مقصودهم من علماء الإمام حجة وحيانية. يعني كطابع وحي، لون وحي، لا يكون لون وحي إلا فهذا المراد. يعني ليس بحجة، لا ليس بحجة حسية، هو يقين حسي، وإنما مرادهم التواتر عندهم حجة، لكن حجة حسية وليس حجة وحيانية، وهم ينزلون من قدر الحجة الحسية اليقين الحسي عن اليقين الوحياني. اليقين العقلي أعلى من اليقين الحسي، واليقين الوحياني عقل مطلق، بينما اليقين العقلي البشري عقل محدود. ثلاث درجات من اليقين. كيف سيكون الحل لمشاكل الأرض؟ صلحوا لنا الصوت، هذا يبدو ما يشتغل. الوحي موجود، فهم يعتبرون أن حجية القرآن هناك مصادر وحيانية لحجية القرآن. مثلا ما هي البراهين الوحيانية الموجودة في ضمن القرآن، مضمون القرآن، هي نكتة مهمة. أو وجود العترة، وهي العقل يدرك ضرورة وجود عترة انترنت، حبل ممدود بين الأرض والسماء. فعندنا انترنت اثنين، مضامين القرآن الوحيانية، بلاغة الإعجازية، علوم الإعجازية، هذه مصدر وحيانية القرآن. لا، تواتر البشر. البشر لم يصلوا لنهاية العلوم، بينما القرآن فيه منظومة كل العلوم. إذن الوحيانية اللي في القرآن فوق عقل البشر، فوق حس البشر. إذن مصدران لوحيانية القرآن، إعجاز أنواع المعجزات الوحيانية العلمية والبلاغية في القرآن هو وجود العترة. وأما أنواع الوحي فأنواع الكلام على التلغراف بالبرق، ها تلغراف. الوحي له أنواع. يقول أمير المؤمنين من أكبر أخطاء المفسرين أنهم يحسبون أن الوحي نوع، نوعين ثلاثة. الوحي له أنواع. على كل الحجة غائب وحياني. ليس غائب، نحن رصدنا له غائب، هو ليس غائب، هو حاضر. لكن أين تقديم مثل معذرة من باب مثال مخابرات CIA حاضرة أو غائبة؟ حاضر بوجود الجواسيس، نراهم إحنا. لكن هذا ليس كذا. لماذا؟ هذا هو مافيا المافيات، بس في الخير لا في الشر. مافيا المافيات، سر السريات، المنظومات السرية، هو هذا الحجة بن الحسن. ولكنه شنو؟ سرية تعجز السريات الأخرى، هو هذا معنى الغيب، يعني سرية منظومة عمله. كانوا يستهزئون بالغيبة، الآن فهموا أن الغيب مفهوم إداري حضاري راقي. الخفاء مظهر رقي بشري، وليس الخفاء تخلف بشري. الدولة القوية هي الخفية، قدرة أمريكا في خفائها أو في علنها؟ قدرة أمريكا أبداً في آلياتها الخفية وليس آلياتها العلنية. هذه كلها ليست كل قدرة أمريكا، ليست كل مؤامرة تدبيرها.
تدبيرات أمريكا في الخفاء. طبعاً مع الفارق. مع الفارق. مع الفارق. سيأكل كم سؤال لكل واحد؟ ما أدري يعني ما يبغى. هي ثلاث. ها. صار 30 سياحة دكتور. أنا بخدمتكم بس البقية أقصد. المطروح أو وحدكم هذه لا يفهمها كل إنسان، ونحن نريد أن تحاول على الأقل للمسلمين. أرشدك إلى كاتب بروفيسور ألماني عضو مجلس الشيوخ، وليس عضو مجلس برلمان الفقراء، عضو مجلس الشيوخ الأثرياء، أكبر منظر في أوروبا حول الشيعة، عنده كتاب اسمه جغرافيا سياسية الشيعة، ترجم بالعربية بنحو الشيعة في العالم، لكن ترجمة الفارسية أدق. سرق هو من مركز هناك وترجم، ولا هو هرب يعني. هذا يفهم هذه الحقيقة عن الحجة بن الحسن، لا يقول يقولون، عنده مفروغ من سرية مافيوية الحجة بن الحسن. مافيوية ليس الشر، مافيوية الخير. عفوا. كتابه موجود طبع. لا لا لا، هذا كاتب فرنسي، منظر فرنسي، عنده أكبر مركز دراسات حول الشيعة، تستعين به حتى بريطانيا، اسمه فرانسوا توال. توال فرانسوا، فرانسوا توال، بس اللام ما يلفظها الفرنسيين، يقول فرانسا توال، فرانسا توال، هو هاي فرانسا توال. هذا ترجم بالفارسية وترجم بالعربية كتابه، بس ما نعطيكم يا عارف. دكتور عبد الباسط اسمه المكتوب على الكتاب فرانسوا توال. المؤلف هو نفسه، هو نفسه، هذا الجوجا هو نفسه. الكتاب بالفارسي اسمه وبالفرنسي اسمه الجغرافيا السياسية للشيعة، ألف قبل سقوط صدام بسنتين أو ثلاث، ولكن ترجمة العربية اللي هي ترجمة مو كلش دقيقة قوية، لكن لا بس، الشيعة في العالم، طبع بيروت. نعم. وأنا في الحقيقة جو اثنين من تلميذتي عمات عفريتتين جو في النجف وفي البحرين، صار لقاء وياهم. شيخ تفضل. دكتور عبد الباقي، الله يحييك معي. طرحي هذا في إنارة طريق السيرة النبوية، الله يسلمك، قد أنار الطريق بإنارات كثيرة وتحتاج إلى توقف في بعض الحالات، الله يسلمك. أنا أريد أن أعرف كيف أن المقارنة بين وحية القرآن والسيرة النبوية، مع العلم أن القرآن لم يدخل فيه تحريف لفظي والنص، وإن السيرة النبوية فيها ما فيها. هذه النقطة يجب. والنقطة الثانية أو السؤال الثاني، نحن نعرف بأن القرآن تأليف، ولكن ليس تأليخا محضا للتأليف فقط، وإنما تأريخ دائم ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والتاريخ كله للبشرية مفيد ولا يتوقف عند حد أو عند حد زمان معين، كما يقول الشاعر، يقول ومن أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. فما الفرق بين التاريخ المحض والتاريخ الموجه؟ أما النقطة الأولى اللي تفضل بها الأستاذ، احنا لسنا كلامنا في المنقول من سيرة النبي كما تفضل، كلامنا في ماذا؟ في الواقع التكويني لسيرة النبي، وحي. فلما تكون وحي نقلها إذن يجب أن يتشدد في الدقة فيه، لا يتشدد في النفي، لا أقصد يتشدد يعني يعير بموازين فلترية مهمة لكي لا تتسرب يد التحريف، نعم فيها وكذا، هذا المقصود. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، العلوم كلها بما فيها التاريخ كل علم فضل وفضيلة، إلا أن الله يحب معالي الأمور ولا يحب
سبع صفات. التاريخ فيه محطات عظيمة وفي محطات ألف ليلة ودمنة وألف ليلة وليلة ومجالس الرقص مثلا والغناء للملوك هذه ومن هالقبيل الدراما المنحطين من البشر مثلا. بينما القرآن لاحظ حتى المنحطين في البشر فرعون نمرود غير يتعرض وين منعطفات خطيرة تؤثر في البشر. فالتاريخ بلا شك كله علم، لكن أيه أهم في التاريخ؟ هذا مهم. تاريخ الموجه يعني بلا شك يجب أن المؤرخ يستنفذ طاقاته في المحطات الخطيرة أكثر من المحطات السفاسف بلا شك. يتعرض لعظماء التاريخ كيف بنوا البشرية أو هدموا البشرية أخطر مما يتعرض للناس العاديين مثلا ولا مجرد. نعم الباقي فضل دكتور عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. حقا أنا فرحت كثيرا في هذا اللقاء. أنا ما سمعت بسماحة الشيخ السند الله يحفظه معروف في البحوث المعاصرة والمعمقة، وحقا هنالك مسألة أحب أن أطرحها على قدرتي وعلى الإخوان المتخصصين. اليوم هنالك مشكلة في قضية مزاوجة في البحث العلمي ولا سيما في العلوم الإنسانية المتعلقة بسيرة أهل البيت المتعلقة بالشرع الإسلامي. رأيت هنالك عزوف من قبل الحوزويين الباحثين الحوزويين بصحة التعبير في قراءة وتوظيف البحث الأكاديمي في أبحاثهم ودراساتهم، والعكس صحيح أيضا. وإن كان الآن لا المسألة أكثر بدأت الدراسات الأكاديمية تستفيد من تنفتح الحوزوية، ولكن الطرف المقابل هنالك عزوف مع العلم هنالك نتائج في هذا المورد لمورد السيرة أبحاث ليس فقط الأكاديمية العراقية، نعم بل الأكاديمية الاستشراقية أيضا. يعني اليوم احنا عندنا مثلا المستشرقين الفخام والكبار وصلوا إلى نتائج ودراسات مهمة، وسمعتكم ذكرت قبل قليل فرانسوا أتوار هذا من زعماء الحوليات الأنال الفرنسية. يعني اليوم إحنا لا نقدر نتقوقع على جماعة معينة. يعني اليوم إحنا كأنما شخص حينما يريد أن يكتب لا يتعدى كتاب صحيح من سيرة النبي سيد جعفر المنتظر العامري، وأنا عندي شخصيا عليه ملاحظات كثيرة جدا لأن كتب بعقلية وتوجه معين مع احترامي لجهد الكبير. كذلك بالمقابل شيخنا الفاضل مسألة إحنا حينما ننطلق من انطلاقة أن الباحث الأكاديمي ربما هو باحث غير مكتمل الأدوات، هاي مشكلة عندنا في الحوزة وإحنا ننظر الأكاديمي في هذا البحث يعني، ولذلك نجد البحوث تحتاج إلى مراجعة. مسألة اليوم نأخذ كمثال حينما نناقش قضية الحرية الإنسية يذكروها في كتب فاطمة رسول الله أسرى بها إلى السماء أكل تفاحة نزل إلى خديجة حملت فاطمة. مع العلم لو بحثنا بحث تاريخي لهذه المسألة سوف لن نجدها تصمد أمام البحث العلمي اعتبار أن الإسراء والمعراج حصل قبل الهجرة بسنة ونصف. بس يقولون نعم بعضهم يقولون هناك أكثر من الإسراء وأكثر من المعراج. أنا هذا العام كان عندي في الصيف 40 جلسة بحث حول المعراج. المعراج خلافا لكثير من رؤى المسلمين المعراج بدأ عند النبي قبل بلوغه واستمر إلى آخر شهادته. دليل موجود، أنا أقدم لك الدليل. دلائل دلائل لا مو واحد واثنين أصلا. هي أصلا قضية المعراج أصلا قضية السيرة النبوية وحقيقة النبوة. للأسف نحن يعني كثير من كتاباتنا تجتر الكتابات الطرف الآخر، خطأ جدا. لكن نقطة أخرى يعني الطرف الآخر أيضا قدم جهود. لا أقول لا يعني أقول نحن أقول لا نقول يعني حتى القرآن يقول شيخ دكتور أستاذ إحنا ما لا نتقوقع وننفتح، لكن ننفتح لا بمعنى أن نفقد البحث والآخر حينما قدم نظرية نطلع عليها نطلع عليها لا مانع، لكن اطلع عليها شيء. الآن إذا يجيبني مستشرق الآن ويريد أن يقيم الكتب الموجودة وفي رؤية حوزوية تتابع ربما هذا الفكرة وأنا أنتقدها بشدة،
يريد مستشرق يوثق لنا كتاب حديث معين، يقول النسخ اللي عثرنا عليها كيد 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 كيد، فيقيم الكتاب من خلال النسخ. طبعا نظرة خاطئة، خاطئة جدا. لما؟ لأنهم لا يلمون بعلم الحديث ولا علم الرجال ولا علم الدراية ولا علم التاريخ الإسلامي. الآن من أعطيكم مثال في هذا نفس المثال. الآن القرآن الكريم أليس كان مخطوطات؟ النسخ الخطية القرآن الكريم في كل قرن الآن بادت إلى أن وصل إلى الطبع الحجري، تواترت الطبع الحجرية وتبددت النسخ طبيعة، لأن الناس ما يلتفتون، انتقل تواتر إلى تواتر، الطبعات الحجرية اختلفت إلى أن صار طبع حروفية. الطبعات الحروفية الأولى بولاق وتشولاق وكذا كانت متواترة، استبدلت بطبعة مفترض المدينة المنورة أو طبعة كذا. زين الحين أنا إذا كباحث في الآثار أجي أشوف في كل قرن نسخة نسختين 13، أقول القرآن مو متواتر. هذه نظرة خاطئة عند المستشرقين أن يريدون يقيمون كتاب معين كتاب منهج خاطئ، يريد بس هاي بحث بنيوي أصلي. أنا ما أقول ما نطلع على الآخرين، لكن مو معناته أن نفقد الموازين الصحيحة، نطلع شكو بيها. مزاجية شيخنا، ما عندنا مزاجية وانتقائية، هم عندهم نحن. نعم نحن كل بشر، كل بشر. هذا الاتهام لكل البشر. يعني احنا اليوم لا، لما نقول نحن هذا انهزام، لما نقول نحن انهزام، لما نقول كل البشر نقول حيادية. يعني المنظومة النقدية حينما نحملها على الجميع مو على الأشخاص. عم لا تقول نحن، لا تقول نحن، لا 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 شوف، إذا تقول نحن يعني انهزام، لا لا نحن يعني انهزام، لما تقول نحن يعني انهزام، لما تقول كل يصير حياد. إذا الكل حياد، إذا يقول له تعال ادرس علم الحديث، تعال ادرس ولا تقتنع به، بس ادرسه اطلع عليه، ادرس علم الرجال، ادرس علم التاريخ الإسلامي، لا أقول لك اقبله، أما تعال يجي لي بخمرته وزمرته ودانس ومانس ويريد يعرف لي تاريخ الإسلامي، ما يصير، ما يصير، ما يمكن. أنا قلت في حديثك شيخنا قضية الغلات وقضية، نعم هناك شواهد على قضية الغلات حينما رووا السيرة، كيف رووا السيرة؟ أبداً. في خصوص سيرة النبي لم أقف، أنت أعطت كل كتاب كتبه الغلاة في سيرة النبي. أصلاً سيرة النبي، سيرة النبي نتكلم كتب السيرة عن النبي، كتب السيرة عن النبي لم أرى أحد من الغلاة كتبوها، اللي كتبوها هم ليسوا غلاة، هم أمويون عباسيون سلطويون يزرون بالنبي، وليس بالعكس. الغلاة ما أخذوا طابعهم لا للدفاع عن الغلاة، لأن السلطة ما كان يعجبها تصعد من قدر النبي، لأن هو يريد يكون بديل عن النبي، لازم يحطط من نزل يقول ترى أنا اللي قاعد أسوي مو المكسرات اللي عندي، مو بس عند النبي هم نفسه. الحس الطائفي الذي لدينا، شوف هاي انهزام، هاي انهزام. أنت من تقول لي كمل فكرتي يا شيخ؟ لا تقول لي لدينا، قول الكل، أقول الكل. لا إذا تقول هذه مو حيادية، هاي ما نقبلها حيادية. قول كل نعم. سير على الشيخ هناك. خلص وياه. ما يصير على الشيخ. هاي أخوكم مثال هسه الآن. اليوم إحنا عندنا الكليني يذهب إلى أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 ربيع الأول. والسنة يذهبون إذا كما تعرفون شيخ. نعم. وإحنا من يعني إحنا الزام الآخر بالقول الآخر حجة. يعني مثل ما احنا نحتاج عليهم بالبخاري شكوبي ما حد يشك. فلماذا نحن لا نعتمد على ذلك ونعتمد على الرواية؟ ولماذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح الكليني؟ مو كليني، انت تقول كليني؟ انت ليش تلزمني بالكليني؟ شوف 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 شوف، اذا ما صار بحث علمي، صار مجاملات، صار ما صار بحث علمي، صار مجاملات. اذا دخلت السياسة في كتابة التاريخ، ويا يا طامة كبرى، يا طامة كبرى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. حياكم الله. اذا دكتور كريم، دكتور شيخنا خاف عندك حديث. اهلا سعدنا بكم، حياكم الله. اهل النجف لاحقين لنا. اهلا وسهلا بالكل، اهلا وسهلا بالكل. تفضل دكتور كريم. اهلا وسهلا بالكل دكتور كريم. اهلا وسهلا. الله يسلمك. من معلومات علمية حقيقة عميقة المعنى.
الله يسلمك. وانا هذا سلام. انا لدي نقطتين اوجزها، يعني اولا من خلال حديثكم ومن خلال قناعات مسبقه اننا امام مشروع لا يمكن ان نكتبه على اساس ان نسرد سيره تاريخيه متسلسله للرسول على وفق المعطيات التي تفضلتم بها وعلى وفق ما موجود. يعني المشروع المشروع الآن المناط إلى هذه النخبة هو أمام تحدي حقيقة. ليش؟ أولا ويعني أدخل على ما زميلي تفضل به، نحن أمام موارد تاريخية ثابتة لا يمكن الذهاب عنها. يعني من أين لي مواد تاريخية أخرى أحيد بها عن سيرة ابن إسحاق مثلا؟ أثبت الثوابت القرآن الكريم، أثبت الثوابت تواتر أحاديث المعصومين. نعم أثبت الثوابت. نعم هو العنوان يكون كتابة السيرة بهذه القرآن الكريم. نعم. ولكن الثقلين. والثقلين. نعم. ولكن هل تتفق معي أن القرآن الكريم وحتى المتواتر في أخبار الثقلين يغطي السيرة كاملة؟ إذا كانت عقلية بحثية منظومية يمكن. أنا أعطيك مثال، ربما كتاب لم تقرأوه، كتبه الشيخ عبد الكريم النيري، أقدم تلميذ لدى العلامة الطباطبائي، ما سامعين به؟ بيع الكتاب في النجف الأشرف، اسم الكتاب المواجهة، 3 مجلدات، كتب سيرة النبي في جانب منها، اسم الكتاب المواجهة بين النبي والمنافقين، شيخ عبد الكريم النيري. لا هذا نيري هذا أقدم تلميذ يعني معاصر للشهيد مطهري والسيد البهشتي وأمثالهم، الدكتور مفتح، الدورة الأولى للعلامة الطباطبائي، بحث وإصرار من العلامة الطباطبائي قال أكتب سيرة النبي جانب منها بقلم من القرآن بالاستعانة من هدي العترة، وشيء وأستاذ فجر معلومات بحثية تحليلية من القرآن، أنا أقول وحي منزل لكن يستحق المطالعة. 3 مجلدات. سمحت الشيخ ملاحظتي، أنا لا أعرض خدركم، البحث العلمي لا يقف عند حد. لا نحن أمام البحث العلمي لا يقف. اللي أريد أقوله نحن أمام منهجية تاريخية، أنا لست ما أخذ دور الحوزوي حينما يكتب السيرة، هو ينطلق من المدرسة والمؤرخ ينطلق من مدرسة أخرى. نعم. وإن كانت هناك منطقة مشتركة كبيرة. نعم. أنا أذهب قطعا حينما أريد أن أكتب السيرة أذهب إلى مواردي، إلى سيرة ابن إسحاق، إلى ما كتب عن الزهري، إلى ما روي فيه عن عروة، عن أبان بن عثمان، أعرف أن رسموه يعني وأعرف هنات السيرة، ولكن لا ما عندي خيار. عندي خيار لا عندي خيار. هذه خلنا أوقف عن هذه النقطة. كثير من علمائنا رأوا حتى اللغويين في المفردات لم يكتبوا اللغة بقلم حيادي علمي لغوي، هو مالكي كتب اللغة بلون مالكي، أشعري كتب اللغة بلون أشعري. إذا ضروري، لذلك الطراز الآن في اللغة أي بارك الله فيك طبع السيد علي الشهرستاني جزاه الله خير، الخليل بن أحمد. إذا نشوف قناعات المسبقة لدى الكاتب مؤثرة. أنا على خلاف ما تقول أستاذ في رواية النيري، نعم الشيخ عبد الكريم النيري من أقدم تلاميذ العلامة الطباطبائي صاحب الميزان، أعرض خدمتكم بأن السيرة موجودة في بطون القرآن وخفايا القرآن بتدبر وتأني وتأمل وبطون وروايات كثيرة لأهل البيت، لكن لم تجمع قصاصاتها. شاف صاحب التحقيق الجنائي قصاصة أول ما يتبادر له قصاصة، هذا ما مؤداها ومعطياتها، لكن لما يجمع القصاصة الصورة ترتسم شيئا فشيء بصعوبة. أنت مثل صورة كبيرة قطعتها 1000 قطعة 2000 قطعة شلون تجمعها؟ تعطيها معذرة إلى الشباب هم صعب عليهم، لكن لما تجمع بصبر ومثابرة وتأني
ستكتشف الكثير الكثير. نعم، بدون إلغاء مواد الطرف الآخر، بل استعين من اعترافات المواد الآخر لتحقيقات جنائية. التاريخ نعم يقرأ بعين بوليسية، نعم التاريخ يجب أن يقرأ، هذه أمور نسيت أذكرها. التاريخ أنا في عقيدتي بعد البوليسي يقرأ بعين بوليسية، بعد الاستخباري يجب أن يقرأ بعين استخبارية، ما يقرأ بعين ساذجة. بعد العسكري يجب أن يقرأ ببعد عسكري، لا يقرأ. بعد الاقتصادي يجب أن يقرأ ببعد اقتصادي. تريد تحرري الخليفة الفلان بطل إدارة الدولة، هو ما يعرف الاقتصاد، ما يلم بالأمور، لولا أمير المؤمنين أعطاه خطط اقتصادية لاندثر اقتصاد المسلمين. هذا إجحاف بالتاريخ وبالحقيقة التاريخية. إذن التاريخ يحتاج لعلوم جمة، لما؟ لأن التاريخ حضارة بشرية، هذه نكتة نسيت أنا أذكرها موجودة عندي في التاريخ. التاريخ حضارات بشرية تلتئم وتجتمع فيها العلوم، وكل بعد من التاريخ إذا أردنا نستثمره في البعد النفسي يجب علماء النفس أيضا يشاركون فيه. إذا أردنا أن نكتب في التاريخ في بعد وثمارة للحضارة يجب أن يكتبون فيه علماء حضارة. إذا بعد عسكري يجب أن يكتبوه يشاركونا. خطأ يتفرد المؤرخ التاريخي المحض في ذلك، هذا خطأ كبير. الآن أحد فيها تحريف عظيم ببصمات عسكرية، العسكري يفتهم أنها تحريف، المؤرخ ما يفتهم، أسموه في مجال ذكرها. إيه الغاء لدور عن يومين، هذه نكتة أخرى مهمة في السيرة. السيرة تتضمن والتاريخ يتضمن علوم عديدة يجب مشاركة النخب الأخرى والاستعانة بها. إذا فهم التعريف مو تعريف التاريخ المدرسي اللي هو سجل أحداث الماضي كذا، لا، هذا كما تفضلتم تعريف ساذج. التعريف الأعمق للتاريخ هو حاجة عقائدية وعسكرية وسياسية وقانونية وأخلاقية، كل العلوم حاجة حضارية يجب أن يشارك فيها النخب. كثير من دسائس التاريخ يلتفت لها العسكري، يلتفت لها الاقتصادي، يلتفت إذا صار يستوعب التاريخ. نعم. السيرة شكرا حي الله بالنشامة، حي الله بالنشامة، حي الله بالنشامة. المصادر يجب الوقوف عليها واستثارتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. أولا أقدم شكري جزيلا للسامعين ولسماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة المفيدة، والحقيقة نحن بحاجة مثل المحاضرة التي ألقاها سماحة الشيخ. شيخنا لدي يعني شيئين إن شاء الله إذا بيختصر. الشيء الأول، دار رسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان له يعني عدة حلقات نقاشية للوصول إلى بداية نقطة الشروع، وكنا في إشكالية من الذي يكتب السيرة النبوية، هو المؤرخ المتخصص في اللغة العربية، والآن كنا في إشكالية. أنا أعتقد أن يعني هذا الطرح اللي أنت حضرتك جنابك تقدمت به أنت محق فيه، لكن أعتقد أن الإشكالية عقدت أكثر. يعني العيب أكثر، العلم يعرف نفس، العلم يعرف استمرار، مثابرة، تواصل، هذا العلم. أما كلل وملل وجزع هذا ليس من قاموس العلم. يا شيخ أنت يعني أعطيت شروط لمن يكتب السيرة، قلت أنه يدور في علم الكلام. هذه ليست تعجيزية، إنما بيان للأحرى في صوابية المناجية. الآن طبعا الإنسان ما يستطيع يستوعب كل هالقضايا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ولا أحسم النتائج، أقول هذا البعد العسكري أنا ما أفهم فيه، ليأتيني خبير عسكري فيه. هذا البعد الاقتصادي أنا ما أفهم فيه، هذا البعد المخابرات الأمنية أنا ما أفهم فيه، يجيب واحد بعد مخابرات.
هذا البعد السياسي أنا مو عالم بالسياسة، عالم بعد اجتماعي مثلا. هذا البعد القانوني أنا ما التفت له. يجيني ذاك الدكتور عقيل، شو يسمونه المصري المستبصر، المحامي الشيبة، عقلاني عقل عقيلي عقيل إيه المهم اسم له، قرأ العقيلي أحسن، قرأ سيرة النبي في قبل البعثة قراءة قانونية عميقة عجيبة. تعال شوف شلون يستنطق الارتكازات القانونية الموجودة عند قريش وشلون النبي عالجها. شوف هذا بوعد لما يقرأ يعرف وين الدسائس وين الحقائق وين، لأن قراءة قانونية ثمار قانوني شي طبيعي لازم نستعين به، استعانة ضرورية هسه بقدر الوسع وتتكامل الجهود شيئا فشيء. شيخنا الجديد عندي يعني سؤال آخر وأيضا عسير أعتقد، هو هل السيرة النبوية كلها حجة في الأصول الفقهية ولا كانت هي حجة في الأصول الفقهية؟ يعني كيف شخص غير مخول وليس فقيه أن يصرف من السيرة النبوية حكما شرعيا؟ شكرا جزيلا شيخ، حياكم الله. طبعا كل استنباط سواء استنباط تفسيري كلامي فقهي استنباط يجب أن يكون بأدوات ذلك العلم، بدون أدوات ذلك العلم ليس يمكن. لكن هل المؤرخ ليس له دور؟ ليه دور؟ لنفترض اللغوي يقول أنا أعطيك أيها الفقيه أيها المتكلم أيها المفسر أيها المؤرخ أعطيك أنا بعد لغوي، قد تناقشني أن أنا منطلق من قناعات خاطئة أو بحث آخر. لكن هي عملية الاستنتاج العلمي في أي علم العلوم مرهونة ومتوقف على مقدمات، متوقف على مقدمات، فهل مقدمات كل يساهم بها من حسبها من دون حسم النتيجة من واحد؟ عندك شيء تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين في إله العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ محمد السند، حياكم الله. حياكم الله. والتي سنستزيد منها علما في طريق دراستنا في التأثيرات النووية المباركة. ذكرت سماحة الشيخ من ضمن ما ذكرت شروط الباحث الذي يكتب السيرة النبوية. الشروط التي ذكرت يعني سجلت عدة نقاط وكانت يعني أشياء مهمة جدا يعني يجب علينا الالتزام بها في حال إعادة قراءتنا للسيرة النبوية، ولكن سماحتك لم تذكر أشياء مهمة جدا أتمنى أن أشوف رأيك فيهم، وهو أنه يجب أن يتوفر من ضمن الشروط اللي يتوفر لدى الباحث الذي يكتب السيرة النبوية هو أنه يجب أن يكون يعني إلزام للباحث أن يتجرد من التفسير العاطفي للنصوص. هذا التفسير العاطفي للنصوص يعني نستطيع أن نجده في روايات الإمام الصادق من خلال قوله أعرضوا حديثنا على القرآن فما وافق القرآن فهو منا وما خالف القرآن فهو ليس منا. إذن هذا يدعونا إلى العكس. العكس هم موجود، نعم نحتكم العقل والمنطق. أقول العكس موجود يعني شنو العكس موجود؟ يعني متشابه القرآن يعرض على محكمات سنة المعصومين، وفي الحقيقة التي توصل إليها علماء الإمامية متشابهات القرآن متشابهات السنة المعصومين متشابهات العقل متشابهات الوجدان يعرض على محكمات القرآن ومحكمات السنة المعصومين ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان. عاصمة الميزان محكمات الأربع، كتاب سنة المعصومين، العقل محكمات العقل بديهياته لا نظريات المختلف فيها، ووجدانيات متفق عليها. هذه العاصمة من المحكمات يعرض عليها متشابهات الكل. هذا الميزان الذي نضجه علماء الإمامية في عصرنا الآن. نعم. إذن حديث الإمام الصادق عليه السلام يدعونا إلى الاحتكام إلى القرآن، محكمات القرآن ومحكمات سنة المعصومين ومحكمات العقل بديهياته لا ضندنياته ومحكمات الوجدان. ما يقودنا إلى التركيز على مسألة مهمة جدا وهو دراسة وتحليل المتن دون السنة، لأن السنة بارك الله والجرح فيه. والتعديل نعم الذي نعم تم بموجبه نعم حسي الرجال حسي هو أيضا وضع من قبل الرجال حس وحسي وغاية صحيح صحيح وغاية سقف حسي. لذلك مر بنا ذكر ضرورة ميزانية المحكمات. نعم.
بما انه السيره النبويه سماحتك عينت شغل مهم جدا، يعني هو انه يجب ان تكتب السيره على اساس انها مصدر العقيده، وهذا واجب الزامي للباحث. لكن هنا نصطدم بمسؤوليه جديده، وهو ان مسؤوليتنا تتطلب الان عندما نعيد قراءه السيره لمعالجه التشويه الحاصل فيها، لان التشويه الحاصل الخصوم اللي شوهوا السيره النبويه ليس فقط العرب او المسلمون، وانما عندنا الاديان الاخرى، عندنا فئه المستشرقون الذين بداوا يشوهون هذه السيره من خلال مصادرنا، من خلال مصادرنا. مصادرنا بما انه نكتب بطريقه عقائديه لانه مصدر العقيده، فكيف السبيل الى معالجه مساله العصمه؟ المستشرق لا يؤمن بالعصمه. احنا الان عندما نريد نكتب السيره النبويه من جديد، ما نريد نقدمها تقديم محلي او نخاطب بها العالم خطاب محلي، نريد خطاب عالمي. صح. نريد محمد صلى الله عليه وسلم بسيرته ان يصل الى العالم اجمع بلغه بشريه. نعم، بلغه يفهمها اللغه البشريه. كيف السبيل لحل هذا الاشكال؟ بما ان هذا العصمه عقيده عندنا عند الشيعه الاماميه، بل هناك اشياء اخرى بها عقائد، شلون نقدر نحل هذا الاشكال مع فئه المستشرقين حتى احنا بعد ننتهي من اعاده قراءه السيره نقدمها بصوره صحيحه؟ نقدمها بصوره صحيحه، هي مسؤوليه كبيره، مسؤوليه وصلت الرساله بثلاث نقاط مختصرة على أساس يفسح المجال للآخرين. النقطة الأولى، هذه المعاناة التي تتفضل بها موجودة في القرآن الكريم. إذا إنسان ينساق مع ما يسرده القرآن الكريم من تاريخ سيرة الأنبياء، كانهم غير معصومين الأنبياء، لكن يأتي أهل البيت بشواهد عقلية يفهمها لغة البشر يبين بأن هذا الاستعراض القرآني لقصص الأنبياء لا ينافي عصمة الأنبياء، وليس بالمعنى اللي نتوهمه، معنى آخر راقي. فالنقطة الثانية إذن البراهين العقلية. النقطة الثالثة باللغة البشرية. اللغة البشرية يعني ماذا؟ يعني بأمثلة حاضرة في ذهن حياة البشر الآن وثقافة البشر وعلوم البشر، نستطيع أن نترجم ترجمة معنوية، مو ترجمة ألفاظ، ترجمة معنوية للبراهين دي العقلية لعصمة، لمدرسة العصمة. كما أن الأنبياء عصى آدم ربه فغوى، أعوذ بالله، آدم غاوي، أعوذ بالله، شلون نبي إذن؟ وهلما جرى وهلما جرى، هذه كلها لها بيانات قرآنية نبه عليها المعلم الإلهي أهل البيت، لكن علينا أن نفهمها أولا ثم نسوقها بلغة عصرية بشرية معترف بها يفهمها البقية. لكن هذا شغل شاق لكن ممكن وليس ممتنع. شكرا جزيلا، حياكم الله. دكتور تفضل. دكتور داود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. على محمد وعلى آله. سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لكم على هذه المحاضرة القيمة. حياكم الله. فقد سعدت كثيرا بالمنهج العلمي الذي مثلتموه، وتحقق معبرا عن العمامة الشيعية التي جبلت على المنهج العقلي. فشكرا جزيلا لكم. حياكم الله. أود أن أقول سماحة الشيخ أن ما تفضلتم به كان منسجما ومتناغما مع ما تهدف إليه الشؤون الفكرية في العتبة العباسية المقدسة والقائمين عليها، ولا غرابة في ذلك، لأن المنبع واحد والهدف واحد إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. أقول سماحة الشيخ، نحن نحاول كتابة السيرة النبوية على ضوء الإشارات القرآنية والنبوية والإمامية لسلوك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار سلام الله عليهم، فهم المشروع الرباني للإنسانية جمعاء. شيخنا، وهذا ما يطلبه منا الغرب تحديدا، إذ ورد على لسان مونتيغواط المستشرق الإنجليزي، وحضرتكم أكيد تعرفوا أشار للدكتور جلال الدكتور، قبل عام 1960 يطلب من المسلمين أن يعرضوا سيرة نبيهم الكريم أو قضيتهم تحديدا على لسانه بفصل خاص عن العام من السيرة. هو يطلب منا ما تفضلتم به في الجزء الأول من محاضرتكم الكريمة. أتمنى أن نقدم سيرة، وتكون هذه السيرة لا تعصبا شيعية إمامية تمثل مطلبا يطلبه منا الآخر.
لا لا أقل رؤية أهل البيت، رؤية أهل البيت المغيبة. وأنا أعدكم أني أكون أتواصل معكم خدمة استشارية. جزاك الله خير إن شاء الله. بس أرجوكم أرجوكم هذه الرؤية المغيبة للنبي وهي رؤية أئمة أهل البيت لا تغيبوها، لأن بقية الرؤى مستعرضة. المغيب الوحيد رؤية أهل البيت، مو الغائب صاحب العصر والزمان، لأما غايبين عنا، إحنا غايبين عنهم. سمعت الشيخ وكأنك سبقتني على قراءة أفكاري. اللي كل تطلبه منك أن تتواصل معنا إن شاء الله. استشاري. بالعمل استشارة والدعاء. استشاري. شكرا جزيلا. ها، بل دكتور حسين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا تقديرنا الشيخ العزيز. الله يحييكم، الله يوفقكم. مسألة المعيار الأول في كتابة السيرة هو القرآن الكريم. اللي تحدثوا أول مرة هسه قاموا يتنوعون لوراهم، قل لك يعني وين الأذان وكذا هم الجسم بالبداية. تفضل دكتور. تفضل دكتور. السبخ اختصار خفيف. لا هو هسه يعني يستطيع وصلت يم دكتور حسن الاختصار. تفضل دكتور. تفضل دكتور. المعيار الأول كما توضح من الاستعراض أن القرآن الكريم، إذن هذا يقتضي وجود فهم وجود تفسير للقرآن الكريم كاملا، وهذا طبعا مشكلة من المشكلات التي نعيشها. مسألة أيضا مسألة الإفادة من أحاديث الثقل الثاني وهو أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أيضا توجد مشكلة. هناك مبدأ عرض الأحاديث وما جاءكم عنها فعرضه. هناك نقول أن المعيار الأول هو القرآن، أم المعيار الأول هم أهل البيت؟ هذا لحظة أنا أقف عند هاي بس باختصار. ما باله ما قاله الزهري والشهري والبخاري لا يعرض على الكتاب والسنة، ما قاله الصادق أو ينسب للصادق. لا أقول نأخذه إرسال مسلمات، بعض الأخوة كلامهم صحيح، احنا مجبورين على ابن إسحاق وابن شحاق ومحاق وتحاق. عجيب. أنا بس ما يخالف، بس غير معصوم. لحظة ما يخالف صحيح. لحظة أتباع الصادق أنا مقطع عن الصادق. لا عفوا، لا شيخ قال لنا فنتبع، قال لنا اعرضوا كتاب، وقال أيضا القرآن، قال اعرضوا القرآن على أهل البيت وما يعلم تأويله إلا الله. ومن مو دور ذكرت الجواب يا أستاذ، قالوا محكمات الكتاب ومحكمات السنة المعصومين ومحكمات العقل ومحكمات الوجدان يعرض عليها متشابهات الأربعة. فإذا متشابهات الأربعة يعرض على محكمات الأربعة، محكمات الأربعة ليس فيها متشابهات. الحمد لله. هي مشكلة كبيرة. لا ماكو ماكو كلكلة. لا 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 هذا الجانب الروحي اللي فهمته من خلال الطرق، هذا جانب مشكلة أيضا. كيف يكتب؟ لأن إحنا نستند في الوحيانية ونستند إلى جوانب روحية أخرى، كيف نسوق هذا الشيء إلى الآخر؟ هو يريد يعالج أطروحة تدعي الوحي أو لا، أو تدعي المادة. نعم. تدعي الوحي، نقول مدعيات الوحي فيها هكذا كيد 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 كيد. شيء آخر، هل هناك إشارات من أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دعت إلى كتابة السيرة النبوية؟ نعم، وباستطاعي أن أزودكم بأمثلة عديدة. الإمام الصادق يقول أحد اشتباهات القوم في تأخير صلاة العصر ما فهموا كلام النبي، الضمير أرجعوا إلى موضع آخر، كلمة أسقطت في كلام النبي فانحرف الفهم لديهم. مثلا من باب المثال، جلد الميتة يطهر بالدباغة، ما فهموا كلام النبي. كلام النبي لأم سلمة يعني قبل أن تموت الشاة لو ذبحتيها لا للأكل، للتذكية. هم فهموا أن بعد الموت تبغيها. ومن هكذا خطأ في فهم كلام النبي إلى ما شاء الله أو سيرة النبي. وإشارة من المعصومين لا يفهم النبي، أنا مدينة العلم عليهم بابها، والصحابة بابها، الرواة بابها، البشر بابها. لا، ما يفهم النبي. النبي قاموس من الأرض إلى العرش، قاموس من حبل ممدود أو لا،
الحبل الممدود هذا شلون من يفتهمه؟ جمل بانك اثنائي اذا لم يكن الراوي راوي الحديث مستوعبا لحديث النبي الراوي الاعتيادي كيف يامر النبي بكتابه حديثه؟ هذا الذي قال ما لا يدرك ما لا يدرك كله لا يترك كله، لكن برعاية من؟ أئمة أهل البيت، محكمات القرآن، محكمات السنة المعصومين، تعليمهم، محكمات العقل، للعقل يصير بقل، لازم يصير عقل عقل، ومحكمات الوجدان، برعاية المحكمات يعني المتشابهات تزول. ولا نفرط في التراث الحسي، لكنه ليس هو سيد الموقف، سيد الموقف المحكمات. الأسئلة كثيرة يعني واحد هذا والوقت المطلوب قصير تجاوز هذا الغرض. تقدم بالشكر الجزيل. الله يحييكم الله يسلمكم. على كل أنا على وعلى المركز الشريف أستقبل المركز والأخوة في المكتب عندي في النجف الأشرف خلف مكتب الشيخ الفيار يوميا مفتوح الساعة 11 إلى 12 والخميس والجمعة الساعة 10 إلى 10. أي سؤال بوسع بال وصدر نستقبل على كل الأخوة في أثناء زيارتهم لأم يومين، بعد ذلك يعرجون على الفقير، نكون بخدمتكم لإجابة أي سؤال. بعد الأذان بعد الأذان نعم هناك موقع وهناك واتساب للمواصلة أو تليجرام للمواصلة الأسئلة. إن شاء الله ابني يزودكم اللي شو اسمه يوميا من الساعة 11 ل 12 أيام الدروس البراني مفتوح، والساعة 10 ل 12 زيادة ساعة الخميس والجمعة أو أيام العطل. نستقبل كل الأخوة بترحاب إن شاء الله ونكون بخدمتهم. جزاك الله خير يا أبو حياكم الله. حياكم باختصار يعني أقول شكرا للشيخ مرتين، المرة الأولى لمحاضرته ولتجشمه على السفر، والمرة الثانية على رحابة صدره واستيعابه لهذه الأسئلة والمقترحات التي يعني ارتقت إلى السجال. والشكر موصول لكل الأخوة الذين يعني شرفونا بقدومهم لهذه الندوة المباركة. ويعني قبل أن أختم بالصلاة على محمد وآل محمد أدعو الأخوة إلى يعني جلب شهادات التقدير وشهادات المشاركة لحضور هذه الندوة، ليتسنى للدكتور رياض العميدي رئيس مركز العميد للدراسات والبحوث بتوزيع هذه الشهادات. ونبدأ بالشهادة التقديرية التي نضعها بين يدي جناب الشيخ عرفانا بجميله وببحثه العلمي الطيب الذي لا شك أنه أنار لنا كثيرا من الأشياء التي نحتاج إليها في دار الرسول الأعظم، ولا سيما في مشروعنا المهم الواعد إن شاء الله هو مشروع كتابة السيرة النبوية في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، أو في ضوء القرآن الكريم والصحيح من مرويات أهل البيت. تفضلوا جناب دكتور رياض تقديم الشهادة المشاركة أو الشكر والتقدير للشيخ. طبعا بدوري أشكر الأخوة ويسعدني نتواصل أكثر وأكثر إن شاء الله. دكتور رياض حتى تقدمها لجناب الشيخ. دكتور أحمد، دكتور جمعة، دكتور عبد الكريم تفضل. أستاذ مساعد حسين كريم، دكتور جمعة يا الله.
دكتور سعيد جاسم. بلي دكتور عبد الكريم العرجي. دكتور كريم مظهر العميري. دكتور ناصر الحلو. شكرا.